ستار اللي مع منير في هذه الحلقة جانا من العاصمة العلمية للمملكة. سلام يا فاس، هذه أرض السلام. سلام سلام الله سلام. حب التمثيل والتنشيط منين كان صغير، لجأ لمعهد الصحافة ومنها الإذاعة والتلفزيون بفاس باش يحقق أحلامه ويولي نجم من نجوم السينما ومن أنجح الإعلاميين اللي عرفتها الإذاعة والتلفزيون المغربي. الحاصل هشام بن جلون شخصيته عطاته والحبيبة مي بغاته، أما شدا اف ام حضناته. واش مستعدين تشوفوه اليوم؟